كابتن عيد، حضرتك السنة اللي فاتت كنت حققت إنجاز فريد إن أنت نجحت في 3 درجات مختلفة، يعني وفي 3 أماكن مختلفة، سواء الأول التأهل لدوري المحترفين مع النجوم، قبلها كان مع اتحاد الشرطة لا مع بني مع عبيد، بني قبلها عبيد. مع بني عبيد، وبعد كده كمان في لافيان. الأول اشرح لنا إيه اللي أنت عملته دوت، وليه برضو تنقلت ما بين الاتنين دولت، رحت في الآخر وصلت لافيان. هو طبعا يعني في بداية في بني عبيد أنا مسكت الفريق بعد 8 ماتشات، كان الفريق في المركز الرابع، وقدرت أصعد الدوري الممتاز به مع فريق بني عبيد. حققنا التارجت اللي كان على محطوط حساب لنا. اتحاد الشرطة والمريخ لا انا فاكر. ده مع النجوم، ده بعد كده التجربة اللي بعديها دي الأولانية. كان في كان بني عبيد الاول. مجموعة من أصعب المجاميع في مصر كلها، المجموعة 9 اللي كان فيها فرق جماهيرية كبيرة جدا، بالأس والزرقاء وفرق جماهيرية كبيرة جماهيرية، طبعا. فرقة الأزازين برضو من الفرق الكبيرة اللي دلوقتي برضو بينافس على الصعود. كانت فرق صعبة جدا، وكان معانا دمياط وغزل دمياط، فرق لعبت دوري ممتاز كتير وفرق جماهيرية، فكانت مجموعة صعبة جدا. قدرنا الحمد لله نصعد ببني عبيد. ببني عبيد ممتاز به. بعد كده خلصنا الموسم بالنسبة لنا، فقدم الدوري خلص شهر 3، فالطبيعي ان انا قدمت استقالتي بعد نهايه الموسم وخلاص، وما فيش اي مشكله، حققت الانجاز اللي مطلوب. بعد كده انتقلت للنجوم. بعدها كان التارجت ان انا اصعد دوري محترفين، وكان في النص عندنا ماتشات كاس مصر. فاحنا التارجت بالنسبه لنا البدايه ما كانتش احسن حاجه، في اول ماتش خسرنا في اول ماتش في الترقي، والامور الناس بدات تشكك والكلام دوت، والحمد لله ربنا كرمنا قدرنا ناخد 4 ماتشات مكسب ورا بعض، وقدرنا نصعد اول على حساب اتحاد الشرطه والمريخ ونجمه سينا، قدرنا نصعد لدوري المحترفين. وفي النص كان مباراه الاسماعيلي في كاس مصر، دور قدرنا 32. دور ال 32، انت برضو في فرقه في الدرجه الثالثه تقدر تكسب الاسماعيلي في اسماعيليه في كاس مصر وتصعد لدور ال 16، ديت انجاز كبير الحمد لله، وفرق معانا كتير جدا. الامور بالنسبه لنا كانت ماشيه بشكل كويس لحد قدمت استقالتي بعدها بشوية. الصراحة الإدارة ما حققتش المطالب اللي كانت مطلوبة أو الاحتياجات اللي كانت موجودة بالنسبة للعيبة وبالنسبة للجهاز الفني في حتة المستحقات. احنا لحد الآن أنا ليا مستحقاتي في نادي النجوم أنا ما حصلتش عليها، ولا أنا ولا الجهاز الفني بتاعي اللي كان موجود معايا، عشان الناس بس بتتكلم في حته ان انت بتمشي ومشيت ليه والقصه والحاجات. يعني كان عندنا بعدها ماتش سموحه في الكاس برضه، انا مشيت قبل الماتش باسبوع عشان احنا ما خدناش حقوقنا، كان موضوع حقوقنا دوت ما خدناهوش، ولحد دلوقتي لحد الان احنا ما خدناهوش. بس لحد بقى التجربه اللي بعديها كان عندي بعض العروض من دوري المحترفين كتير، ويمكن اخترت نادي لافيينا طبعا الاستقرار الاداري، وانا حابب جو الشغل في منظومه احترافيه، هم منظومه احترافيه كبيره الحقيقه، يعني ساعدتني كتير جدا في البدايه. وفي نفس الوقت كان عندي عروض تاني، وعروض يمكن بفلوس ضعف او اضعاف، بس انا قررت ان انا ابقى موجود هنا لابين، عشان في البدايه التدريبيه انت بتبقى محتاج الاجواء والشغل في اماكن بتبقى كل حاجه فيها متاحه، وهناك كل حاجه كانت الصراحه متاحه بالنسبه لنا. زي ما قلت لك ما حصلش نصيب ان احنا نكمل بقى بالمجموعه اللي معانا دي، باللعيبه الكبيره اللي معانا ديت، وربنا يوفقهم في اللي جاي باذن الله.